بسم الله. نقطعها كمان هيك، يعني اعتبروا حالكم عم تقطعوا كيك. هلا بدنا نشيلها ونحطها بالصحن، بدنا نسكبها. بسم الله. شفنا؟ هاي هي. هلا شوفوا لي داخلها كيف. بسم الله. شوفوا لي الداخل، شوفوا الداخل كلها محشية. شفنا كل حشوة كليتها بقلبها، ما شلنا الورق وخليناها مثل ما هي، حطينا فيها الحشوة. هلا كيف الطريقة حفرجيكم اياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا اللي شفتوها بالاول الملفوفة كيف عملناها، حفرجيكم شن المكونات وكيفية تحضيرها. اول شيء عنا ملفوفة، هي الملفوفة سلقتها، هيدي هون القرمية شلتها، شفناها عملتها جورة بالنص وخليت هون سابتين الورق. هلا هيدا وجه للملفوفة، هيدي مسلوقة مي وشوية كمون. طيب عنا الملفوفة. الحشوة شو هي؟ الحشوة منها الحشوة المعتادة، غيرت فيها أنا، أضفت إضافات طيبة. هيدا الرز صولتهم أنا، يعني غسلتهم منيح. رز وبصل مفروم، قلنا البصل أحمر عادي وبصل أخضر وتوم أخضر، وتوم هيدا للكعب الطنجرة، قد الطنجرة عفوا. وعنا الفطر اللي هو شامبينيون او مشروم، وعنا جزر مبشور، وعنا بندورة مفرومة. هلا صرت المكونات شفناهم، البصل والمشروم والبندورة والجزر وبصل اخضر وبصل احمر عادي. هيدول للحشوة، بعد في شي خلص. شو هن التوابل؟ عنا الملح طبيعي، الملح، وعنا توم مهروس، هيدول على الوجه مشان اللحمة. طبعا في عنا لحمة هلا بجيبها من برا لان فوتها محتى ما تنتزع. وهيدا عنا نعنع يابس للوجه، هيدا عنا قرفة للحمة، وعنا كمان كمون للحمة ولا نرشها على الوجه. صلصة البندورة وعصير ليمون حامض، وعندي عصير صفير، ليمون صفير. هلا اذا ما عندكم عصير ليمون صفير فيكم تستغنوا تحطوا بس ليمون حامض. طيب هيدي هي المكونات اللي نحن حنستعملها، مكونات كثيره بس كثير حتطلع الاكله طيبه وحلوه، وعلى سفره رمضان بتخليكم تتباهوا بحالكم قدام ضيوفكم وقدام عيلتكم. يلا انتظروني لنبلش. هون بلشنا بدنا نعمل حشو. الحشوة مثل ما قلت لكم لما عددنا المقادير، هاي البصل أول شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا البصل الأحمر عادي، البصل اليابس العادي، فرمانة عم ما قلنا، نحطه أول واحد البصل. بسم الله. هلا من بعد البصلة بنحط ثوم شرايح، شرائح ثوم، وكمان البصل الأخضر، ندبلهم منيح. هاي اللحمة. نضيف الملح والبهارات. هاي الملح. بسم الله. كمون لأنه الأكلة ملفوف، والملفوف احطوا له كمون. بسم الله. قرفة. بسم الله. هذول مع بعضهم لنضيف بقية المكونات. هنحط الفطر، المشروم أو الشامبينيون.
هاي مش الخطر. كمان شرائح هاي الجزر. واخيرا البندورة. هاي البندورة بسم الله نص صغيرة. هلا نطفي عنا نطفي نحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الرز مغسولين مصفيين. يعني هالطبخة تستاهل الشغل والتعب بس ما تضيع وقت لأنه بالنهاية طيبة. نخلطها كمان مع الرز أول شيء شو بنعمل؟ بسم الله نفتح الورقات ورقة ورقة. بسم الله ورقة ورقة نفتح عملنا لأنه ما بدنا نمزعهم نخزقهم. يعني نمزع الورقة وتتنتف معنا. بسم الله شايفينها بفتحها على الآخر بجيب جارتها. بسم الله هيدي نفتحها هيدي هيدي نفتحها هي قبل كل وحدة حسب ما هي نابتة. نشيل هاي نفتش على الطرف ونفتحها. هلا هيدي هون فينا نقصها ونحط مكانها حشو. هلا كنا نحشيها. اول شي نبدأ من النص. بسم الله نحطهم ملي الوسط بقلب الورقات. بدي بقلب الورقات يعني من كعبهم من كعبهم. هاي الورقة غطيناها أول طبق أول طبقة يعني. هاي الورقة فيها فينا نحط بقلبها كل وحدة منبتة منبتة لجوا وبغطيها سكرها. هاي أول طبقة خلصناها. الطبقة الثانية بسم الله عملها هيك افتح لها ليفوتوا لجوا. بدي اياهم يفوتوا لجوا. وهون كمان كل كعب ورقة فوت فيه حشو. هوني كمان بهالورقة هاي شفنا. هلا الشيء الحلو بده صبر مثل ما قلنا. ما تقولوا يلا بقطعهم وبلفهم. لا بدنا نعمل شيء سبيسيال. نحن رمضان بيستاهل. شفنا كلهم كعب الورقة حشيتهم. ها بغطي الورق أنا. الطبقة الثانية هي نحن الطبقة الثانية. هلا الطبقة اللي ورا منها هلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحين حنحط شو بدنا نحط بقعر الطنجرة. هلا اخر شيء يكون يوم. هلا هاي الطنجرة حطيت فيها انا شو هي صينية فرن بس حفتها عالية لانه بالطنجرة بتعذبني شوي لشيلها. اول شيء بدنا نحط نحن التوميت الملفوف كتير بحطوا له توم بكعب الطنجرة. كمان هاي اللي شلناها نحن شو بنعمل؟ نقطعها هيك نخليها بالكعب يعني بتصير مع الحبيشة. منجيب الورقات بنحطه بالكعب ما بنخلي شيء يروح ديعان كله بيضل نستعمله. هلا بدنا نشيل الملفوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حطها بقلبها نضغط عليها شوي. بدنا نجيب صحن نغطيها بالصحن بس اول شيء بدنا نحط لها الحامض. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحط ثوم مهروس حص او حصين صغار ونحط عصير صفير. انا بايام الصفير شيء لقناني بالبراد. بسم الله. هلا بدنا نحط نحن صلصه. بسم الله. اول شيء بنرشلها شويه نعناع ندوب الصلصة. ملعقتين حاطة أنا ملعقتين طعام يعني. نعناع كمان بس لحط النعنعات قبل. وهلأ حطينا رشة النعنع اليابس وعصير صفير ليمون صفير وعصير ليمون حامض. حط صلصة البندورة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلصه فينا نحط عصير بندوره هاي مغطيها بالصحن هيك حتى ما تفتح. بنحطها على النار نار نايصه شوي شوي لحتى يستوي كل الورق كتير منيح مع الرز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي طبختنا الملفوفه المحشيه كامله. هنشوفها. شفت المحلى التوم اللي عليها هيدي لما قلبتها انا بالجات هيدا كعبه هي مسكره من تحت هي كعبه قلبتها هيك بيطلع مظهرها احلى. شايفين هلا التومات هيدول حمروا من كعبه تقمروا. هلا حنشيل نحن شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم حنشيل نقطع منها ايوه هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين ما احلى هيك. شايفين ما احلاها هاي شو ما احلاها. بدنا نذوقها. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كتير طيبة صدقوني كتير طيبة أطيب من نلفهم أصابع ونحطهم بالطنجرة وياخدوا معنا ساعتين لف تفصيل وصلق وتلف هيدي أحسن ومنظرها أحلى وتغيير كرمال رمضان. إلا إن شاء الله تكون عجبتكم وتعملوها تذكرونا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.